طيب في اخبار على بعض اللاعبين، طاهر محمد طاهر انه اتصاب وتم استبعاده وتم تبديله كمان، لان طبقا للائحه الكاف ان انت يحق لك ان انت تبدل اللعيب قبل البطوله ب 24 ساعه، لازم يكون تقرير طبي واصابه تكون حقيقيه وقويه تعطل اللعيب عن المشاركه في البطوله. عشان كده خلينا نروح سريعا للاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير والقريب جدا جدا من الجهاز الفني واللاعبين والمنتخب الوطني الاولمبي. يا ابو حميد مساء الخير عليك. أمير مساء الخير عليك أمير، ودايما متألق كده كان عايز أرد. حبيبي يا أحمد ربنا يخليك، منورنا دايما، وعايز أطمن من خلالك على استعدادات المنتخب الأولمبي وكل ما يتعلق بالإصابات في اللحظات الأخيرة بالتحديد يعني طاهر محمد طاهر، قول لنا كل الكواليس يعني. يعني هو النهارده طبعا تقريبا الختام أو الأخير للمنتخب الأولمبي في الكورة، معاه طبعا زي ما أنت اتكلمت أمير قلت 21 لاعب في 18 لاعب وثلاث حراس مرمى. لغايه دلوقتي لسه موضوع الاثنين اللعيبه المصابين محمود مرعي وطاهر محمد طاهر، يعني التدريب الختامي هو لحد موقفهم النهائي في الاستبعاد او ده اللي الكابتن شوقي بيعمله دلوقتي او بيعملوا كشف طبي دلوقتي عشان يشوفوا موقفهم النهائي. هو طاهر بس يا امير مش مستاهل، طاهر ما اتصابش في المعسكر. امال ايه؟ يعني هو طاهر جاي للمنتخب الاولمبي مصاب وكان بيتم تجهيزه خلال الفتره الاخيره، لكن وهو سليم وجاهز، لكن الاصابه بترجع له، فهو له حاله قلق من الجهاز الفني ان هو ممكن اللعيب يشارك بكره يصاب. فبالتالي هتكون خطيره تغيير وهتكون خطيره لاعب مهم زي طاهر. الفرصه متاحه النهارده ان هو لو الحاله البدنية للاعب مش مكتملة 100% أو الناس سليم 100%. طيب يعني يا محمد كده ما فيش قرار نهائي باستبعاد الاثنين لعيبة لسه؟ لغاية دلوقتي ما فيش قرار غادي. لسه لغاية دلوقتي إيه؟ يعني لغاية دلوقتي ما فيش قرار غادي. لكن نص ساعة بالظبط يعني الكابتن شوقي أو المنتخب الأولمبي كان بيعملوا كشف طبي للعيبة. ده اللي هيتم على اساسه بقى استبدال الاثنين لعيبه ولا لا، اللائحه طبعا بتتيح لك ان انت تغير اي لعيب بشرط ان هو يكون مصاب ويكون تقرير طبي معتمد. وبتدفع غرامه ماليه حوالي مع انا 500 دولار. لكن لغايه دلوقتي يعني في النهايه 100% لسه يعني مفيش قرار. طيب هل الكابتن شوقي غريب مجهز البدلاء لو تم اتخاذ القرار يعني بشكل نهائي؟ يعني طبعا كان في اكثر من لعيب بديل تم استقلالهم الخمسه اللي استعادوا مؤخرا على راسهم طبعا محمد صادق لاعب تونا موجودين من العناصر الاساسيه واللي كانت موجوده على المنتخب الفتره الاخيره. تمام. يعني جاهزين واللعيبه كانوا بيتدربوا وكان في تنسيق بينهم وبين الجهاز الفني المنتخب حتى بعد استبعادهم ان هم حطيتهم برنامج برضه في تدريب معين في حاله لا قدر الله اصابه اي لاعب، وده اللي حصل النهارده. وهيتم استدعاء اي يعني اثنين لعيبه سواء بقى يعني اقرب محمد صادق او احمد حمدي او لسه بقى لو محمود مرعي بره رسمي هيتم استدعاء احد اللعيبه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق يا مراد. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير، واللي علينا كل الكواليس اللي بتتعلق بمنتخبنا الاولمبي قبل خوض غمار بطوله الامم الافريقيه باذن الله.